التي تستفاد من الذكر، وهو أنه جلاء للقلب، جلاء للقلب. القلب السليم الذي هو القلب النافع يوم لا ينفع مال ولا بنون، هو السالم من الشرك ومن الشك ومن الإصرار على البدع والمعاصي، فذكر الله جلاء لهذا القلب، جلاء لهذا القلب، يعمل عملا مستمرا على تنقية هذا القلب وتزكيته وإزالة ما قد يعلق به من أوساخ بين وقت وآخر. فذكر الله جل وعلا المستمر جلاء للقلب، يجلو كل هم عن القلب، يجلو كل هم عن القلب. والقلب كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى يصدأ كما يصدأ النحاس وعموم المعادن، وجلاء ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، جلاء ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر يجلو القلب ويجعله كالمرآة البيضاء النقية الصافية الناصعة. فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم، عن القلب السليم. وجلاء كل هم، يعني كل الأمور التي تعلق بالقلب، إنما يكون للقلب السليم الذي تعلق به بين وقت وآخر أشياء تحتاج إلى أن تبعد عن القلب وأن ينقى القلب منها، وتكون التنقية للقلب بذكر الله. وقوله على التوالي، هذا التنبيه على أهمية الاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب لا تزال ترد عليها الواردات وتدخل عليها الدواخل، فيحتاج العبد حاجة مستمرة متوالية متتالية لعملية التنقية للقلب، وتكون التنقية بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، أي قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. Soutenez le projet Jenna TV et abonnez-vous pour voir les dernières vidéos.